تش ليه بقى مع الناس اللي راحوا؟ أنا والله يعني رحت الكويت ثلاث سنين ونص، فمن 2002 ل 2006 كان في برضو مشروع عالمي في الكويت، والحمد لله كلفت بان انا اكون مدير فني للمنتخب الكويتي، وقدرت في خلال سنتين اطلع بالمنتخب الكويتي الناشئين تحت 19 سنه من المركز 27 على العالم للرابع على العالم، ودي كانت طفره رهيبه جدا. ودايما لما بحقق الانجاز اللي مطلوب مني برجع بلدي اولى بيا. قريب طفره جديده كده من خلال مثلا رئاسه اتحاد السكواش؟ والله طبعا، وكل وقت يعني بيبقى ليه، كل مرحله ليها تطلعات وليها كده. في بالك ان انت الفتره الجايه بتفكر ترشح نفسك إن شاء الله لرئاسه الاتحاد؟ ان شاء الله. انا ابن اللعب طبعا، يعني حضرتك انا واخد يعني كل الارقام محليه عالميه دوليه، حققت كل الانجازات اللي انا عايز اعملها. من صعب جدا ان انت من زيرو تو ذا توب بتوصل وتحافظ على القمه 30 سنه عشان كده تبقى براند. فده الوقت اللي الواحد بيحاول يرد الجميل لبلده، بحيث ان مشروع قومي اللي اتشرفت بيه دوت ان انا بشرف عليه، ده هو حلمي ان انا اطلع ابطال عالم منه. دي فرص متساويه، لان في مواهب كتير جدا مش مكتشفه، ما عندهاش فرصه طبعا، ما عندهاش امكانيات. احنا ده دورنا ان احنا هنروح الاقاليم، لسه هنروح المنيا، نازلين الصعيد، رايحين المنيا، رايحين هنا، رايحين فيوم، رايحين السويس، رايحين اسماعيليه. اللعبه ان شاء الله هتبقى منتشره في المحافظات اللي ما فيهاش سكواش، وهتبدا تبقى ان شاء الله ليها يعني مردود جامد جدا على اللعب وعلى مصر. انشاء ملاعب بقى والى اخره. في ملاعب، في بنيه تحتيه جميله جدا، يعني وزاره الشباب والرياضه بجد، يعني دكتور اشرف صبحي مجهود كبير جدا مشكوره. بيجي لنا احنا من غير لما الناس بدات تعرف عن المشروع، بدا يجي لنا من كفر الشيخ، عندنا ملعبين هنا، عندنا اربع ملاعب في جامعه المنيا، عندنا ثلاث ملاعب في السويس، بدا يبعتوا لنا الملاعب اللي موجوده، وبالتالي الوزاره بتطورها وبتجددها، وهنبدا فيها. بس احنا كل ثلاث شهور هنقدر ناخد مركزين عشان نقدر يعني نبدا صح ان شاء الله. طب وممكن لحد دلوقتي يقدم يعني، ولا خلاص في وقت ميعاد معين مش هيبقى فيه بقى خلاص اكتشاف للمواهب يعني هيبقى؟ لا، احنا كل ثلاث شهور بنعمل يعني بنفتح كل ثلاث شهور. يعني كان في اول بدانا 15/8، وبعدين بدانا الاسبوع يعني دوت اللي فات على طول، الجمعه والسبت اللي فاتوا بدانا الانتقاء الثاني، وان شاء الله برضه في نص يناير هنبقى في انتقاء ثالث، لان في ضغط كبير، في ناس كتير جدا محتاجه ان هي طبعا الرياضه بقت شيء اساسي دلوقتي في الثقافه، ما كانتش موجوده زمان. يمكن فكره توجه الدوله كابتن امير ساعد الى حد ما برضه الجهات المختلفه ان هي يعني تطبق ده بشكل بقى فعلي على الارض، مش مجرد بس دعايه يعني او توعيه. لا طبعا، هي الرياضه هي عنوان تقدم الدول. انت بص، الدول اللي بتاخد الاولمبيكس هتلاقيها كلها هي اقتصاديا وسياسيا ورياضيا متقدمه جدا. انت في امريكا من ست سنين موجود كل واحد او واحده حاطه جزمه الجري في شنطه الشغل، تنزل تركب عجله وتجري، تنزل يعني بنحط شوكولاتايه في مصر بصراحه.